يا مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في زياره جديده لبرنامج عياده رمضان. اليوم راح نتكلم عن العظام والام العظام في رمضان وكيف نقدر نسيطر على الالام هذه ونحن صايمين ومكملين صومنا بشكل صحي تماما. عشان كذي اليوم عندي الدكتور ايهاب مروان استشاري العظام في مستشفى العين. يا مرحبا بك دكتور، حياك الله. حياكم الله. دكتور ايهاب، بدايه تخبرنا عن الالام اللي ممكن تكون بابيولر او مشهوره وايد في رمضان ليون يراجعونك فيها المرضى العياده. الحقيقه يعني الامراض او الالام العظام اللي تنتشر في رمضان هي اكثر شيء عند ربات المنازل. نعم. بالذات انهم بيحضروا وجبات الافطار، بيجلسون او بيوقفون فترات طويله في المطبخ. نعم. هي نعم. فتلاقيهم يعني بالذات عند يعني اعمارهم شويه متقدمة نسبيا. نعم. بتحصلهم بيحصلوا يعني أمراض في أسفل الظهر. نعم. أمراض في أو آلام في الركبة. نعم. آلام في بطن ريول من تحت. نعم. فهذه هي أكثر شيء منتشرة. إنزين دكتور، إذا قلنا بسبب هذه الآلام أو ممكن في ناس عندهم الديسك أو فيهم بعض المشاكل في العظام أو في الفقرات مال الظهر أو غيره، طبعا تعرف ممكن يسوق مدة طويلة وهو صايم، ما عنده إنرجي، ما عنده هاي الطاقة ويسبب له آلام وهو صايم، أو حتى ربة المنزل وهي تطبخ أيضا تيها مثل ما تفضل آلام كثيرة. الحين هي صايمة أو هو صايم ما يقدرون يأخذون بين كيلر اللي هو مسكن الألم، فهل أنت شو نصيحتك بالضبط لهالفئة من الناس؟ والله هذه طبعا سؤال مهم جدا. نعم. وهذه تأرق المريض والطبيب نفس الوقت. أكيد. ففي مسكنات هي لوكال أو خارجية زي الكريمات. نعم. في ممكن تستخدمها أو يستخدمها المريض أو المريضة. نعم. بشكل مستمر أو دوري أو عند اللزوم. نعم. وهذا يستحسن عند اللزوم بالذات في رمضان. نعم. في ممكن يغير change lifestyle، يعني ممكن يسوي بعض التمارين. نعم. اللي تخفف الآلام المفاصل والظهر. نعم. ويحبث يعني حتى لو في رمضان بشكل استمراري اللي عندهم آلام مزمنة في الظهر وفي الركب يسوي يعني يعود نفسه على تدريبات او تمارين يوميه او شبه يوميه او السباحه. السباحه ممتازه جدا وهي احد التمارين، وهذه علاج لكل الام المفاصل. نعم. في جسم الانسان. اكيد. دكتور نصيحتك ايضا ممكن لربه المنزل بدل ما تكون واقفه وتطبخ ممكن تقعد وتقوم او بالضبط؟ اي نعم، ممكن يعني تغير من وضعياتها، ما تكون واقفه في وضعيه معينه. نعم. فترات طويله. نعم. ممكن توقف تجلس على الكرسي، تتحرك، يعني يستحسن يعني احنا بنقول حتى اللي يجلسون وايد في المكاتب. نعم. يعني كل نص ساعه اللي عندهم مثلا الام رقبه او ظهر او ركب مزمنه كل نص ساعه ساعه الا ربع يجلسون يسوون بعض الحركات السويديه او تمارين الرياضيه لمده 5 دقائق. نعم. على اساس ايش؟ بتخفف او تساعد. نعم. على تليين العضلات اللي وبتلين. صحيح. نعم الدكتور، بالنسبة للدواء في رمضان ممكن عندكم بعض المرضى اللي يراجعوكم باستمرار وعندهم جرعات الدواء 3 مرات يوميا، ممكن اللي جرعته مرتين في اليوم يقدر ياخذ على الفطور وعلى السحور. صحيح؟ صحيح. ولكن اللي له 3 مرات جرعات أدوية هل يقسمها بس على مرتين ولا على 3 مرات؟ نعم. من بعد الفطور؟ خبرنا. نعم. عن هالموضوع شو. الجرعات هذه محددة حسب الدوز أو قوة الدواء. نعم. كم ملي جرام أو نوع الدواء، فما نقدر يعني إذا كان 3 مرات كل 8 ساعات. نعم. يعني ما تقدر تختصر الساعات هذه المحددة. أكيد. يا بتغير نوع الدواء لدوازات أو بتقلل من الجرعة اليومية. نعم. أي نعم. دكتور أيضا نبغى نعرف نصيحتك بشكل عام للناس في رمضان على أساس ما تيهم فجأة الآلام، آلام العظام ممكن تحريكها فجأة أو كذا. خير علاج إنه الواحد يتفادى ويتجنب الآلام بشكل عام. نعم. بالذات إذا كان المريض يعرف إنه عنده مشاكل مسبقا. أكيد. فبتغيير طبيعة الحياة اليومية وروتين الحياة اليومية. نعم. هي أهم علاج، يعني زي ما تفضلت إنه السباحة والتمارين اليومية مثلا، يكون جاهز بالكريمات والدهون اللي هي ممكن تخفف من آلامه إذا صادفته لا سمح الله خلال رمضان. يحاول يغير من وضعياته بشكل مستمر، ما يكون جالس في وضعية معينة. نعم. فترات طويلة. نعم.
أشكرك دكتور إيهاب على هذه النصيحة الطيبة اللي وجهتها لجمهورنا، إن شاء الله إفطارك يكون شهي وصيامك مقبول. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين ما باكم تروحون بعيد، لأني راجع لكم أيضا بفقرتي الثانية وهي التغذية بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين تكلمنا في الحلقات الماضية عن الفيتامينات الغذائية، اليوم راح نتكلم فقط عن فيتامين دال، وبتكون ويانا أخصائي التثقيف الصحي الأستاذة عائشة الطارشي عشان تحدثنا أكثر عن فيتامين دال. أستاذة عائشة تخبرينا، أنت ما شاء الله عارفة عن فيتامين دال وكيف أنه يذيب الدهون ويساعد على أن يتم الجهاز المناعي قوي، فشو هي العناصر الغذائية اللي نلقى نحن فيها أو الخضروات أو وين نلقى فيتامين دال أكثر؟ أول شيء فيتامين دال هو فيتامين مهم للجسم، نعم. يساعد على تقوية العظام، وبعد بدونه ما نقدر نستفيد من مادة الكالسيوم، نعم. إذا نقص فيتامين دال بالتالي بتنقص مادة الكالسيوم وراح تضعف العظام. ممكن نحصل على فيتامين دال من خلال مصادر متنوعة، نعم. إذا تناولنا غذاء صحي متوازن، نعم. بالإضافة إلى بعض الأنواع اللي تكون المواد الغذائية اللي يكون فيها فيتامين دال بنسبة عالية، مثل عندنا من الخضار من الخضروات والفواكه البروكلي، عندنا المشروم، عندنا أنواع الأسماك مثل السردين والتونة، نعم. والسلمون، وعندنا بعد زيت كبد الحوت بعد يكون فيه فيتامين دال عالي التركيز بنسبة عالية، نعم. أستاذة عائشة كيف يقدر الصائم أن يحصل على جرعاته اليومية من فيتامين دال؟ إذا قام الصائم بتناول طعام متوازن وصحي راح يحصل على الكمية اللي يحتاجها من فيتامين دال، نعم. بالإضافة إلى الإكثار من الأكل اللي يكون فيه تركيز فيتامين دال عالي، نعم. طبعا مش بس من ناحية الأكل إحنا نستفيد من فيتامين دال، فيتامين دال يسمى الفيتامين الشمسي عن طريق أشعة الشمس وتعرض. يعني أنت الحين تنصحين الصائم أنه يطلع في أشعة الشمس على أساس يمتص جسمه فيتامين دال في رمضان وهو صائم؟ لا، مش أكل الأوقات، في أوقات معينة يمكن الإنسان يستفيد من أشعة الشمس على أساس أنه يستفيد من فيتامين دال، ممكن في أوقات الصباح الباكر قبل الساعة 10، نعم. وبعد الساعة 4 العصر. هل تنصحين أستاذة أن المريض إذا نقص عنده فيتامين دال يأخذ تابلتس حبوب فيتامين دال مثلا؟ أول شيء لازم الصائم يعمل فحص، نعم. لمستوى الفيتامينات في الجسم، إذا حصل أن عنده نقص الدكتور يوصي أو يوصف لأدوية بديلة ومكملات غذائية على أساس أنه يأخذ فيتامين دال من خلال المكملات الغذائية، نعم. أستاذة التعرض لأشعة الشمس، أنت ما شاء الله عارفة أشعة الشمس اللي عندنا، هل هناك في وقت معين أنه يتعرض له الصائم لأشعة الشمس عشان تمتص جسمه يمتص فيتامين دال؟ طبعا اول شيء فيتامين دال يسمى الفيتامين الشمسي، يعني بدون اشعه الشمس ما يستفيد الانسان من هالفيتامين، نعم. في اوقات محدده ومعينه ممكن للانسان انه يتعرض فيها لاشعه الشمس بدون ما يصيب الضرر منها، اول شيء عندنا في ساعات الصباح الباكر، نعم. وساعات النهار المتاخره، نعم. يعني قبل الساعه 10 الظهر او الصباح، نعم. وبعد الساعه 4 العصر، نعم. اوكي، ولازم انه لما يتعرض لاشعه الشمس يعرض اكبر قدر من جسمه لاشعه الشمس، يعني نعم. بدون انه ما يعرض قدر كافي من جسمه هو بعد ما بيستفيد من فيتامين دال، نعم. بالاضافه الى شرب السوائل ما بين فتره الافطار الى فتره السحور، هذا راح يساعده بعد انه ما يستوي عنده جفاف اذا تعرض لاشعه الشمس، نعم. بشكل متكرر مهم خلال جداً. اليوم، نعم. استاذه عائشه الطارشي اخصائيه التثقيف الصحي شكرا لك. أعزائي المشاهدين تريوني في فقرتي اللي بعدها، لا تسيروا بعيد. أعزائي المشاهدين إذا كنتوا تبون تحرقون سعرات حرارية أكثر من غير أي جهد، هذه نصيحتي لكم اليوم، تقدرون أنكم تلعبون لعبة الشطرنج، لأن لعبة الشطرنج فيها تفكير كثير، وبالتفكير تحرق دهون كثيرة، سعرات حرارية أكثر، كأنك قاعد تركض في الماراثون، ف
فشوف انت اللي اريح لك. اذا ما تقدر تلعب رياضه في رمضان، حر برا وما تقدر تمشي، او ما تقدر تمشي بسبب الام او عندك مشاكل صحيه، العب الشطرنج وفكر اكثر، تحرق سعرات اكثر. واشوفكم في حلقه ثانيه، مع السلامه.